خطيب الخبير الاستراتيجي والمحلل الفلسطيني وللأخ والصديق العزيز. مساء الخير يا أستاذ طه. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، إزاي حضرتك؟ الله يخليك والف مبروك على البرنامج، وربنا يوفقك وتقدم دائما للامام يا رب. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. قرايتك النهارده الحماس بيقول ان هم وايران يعني ما شاء الله زبده على عسل زي ما بيقولوا، يعني حماس لا، هو بيحاول يعيد العلاقه لما كانت عليه بين حماس وايران، حيث كانت ايران الممول الرئيسي والداعم الرئيسي لكتاب عز الدين القسام، وهم لسه العلاقه بتاعتهم ما رجعتش زي الاول. هو بيمهد لتحسين العلاقات، وتكمله التصريح مش خاص بايران، هو بيتحدث في موضوع ايران مدخل لعوده العلاقات، ترميم العلاقات مع سوريا. بس هو غاب عن باله شغله مهمه في سوريا. ايران داعم رئيسي لسوريا صحيح، لكن السوريين اي طرف غدر في الدولة السورية وساهم في الحريق في سوريا لن يقبل السوريين مسامحته بهذه الطريقة السهلة. ترميم علاقات وعودة علاقات مش بهذه السهولة، فهو بيحاول يصلح ما افسده الاخرون، او يدعي انه الاخرون افسدوا علاقه معينه، بس هو بيحاول يصلحها، العوده للعلاقات الايرانيه تمهيدا لترميم العلاقات مع السوريين، انتظارا لانفراج الازمه في سوريا، وان سوريا اقتربت من انفراج الازمه فيها وحصل هناك يعني. بس احنا بدناش نحسب على محور معين، بس هو داخل على المحور بإرادته أو بدون إرادته، لأنه هو بده يعيد علاقة المال والدعم السياسي والعسكري والمالي لكتاب القسام من إيران، ويصلح العلاقة مع سوريا. بعتقد ما كان قبل 2011 لن يكون بعد 2017، خاصة في الملف السوري، يعني تحديدا في الشأن السوري. سوريا اليوم مش سوريا ما قبل كل الأحداث اللي حصلت عندنا، العلاقة مع مصر وسوريا في العلاقات العربية بتختلف، هم نفس الشيء مصر وسوريا، لكن علاقة مصر بالآخرين غير علاقة السوريين بالآخرين. مصر دائما تنظر في البعد القومي والأمن القومي والملف الوطني الفلسطيني، وبتحاول دائما تحتوي الآخرين وتحتضنهم رغم كل الأخطاء والإساءات اللي بتحصل منهم اتجاه مصر. الوضع في سوريا مختلف، فهو بيرمي على قولة اللي بيقولوا بيرمي بياضه للإيرانيين في محاولة تحسين العلاقة، لأن هم حاولوا يحسنوا العلاقة يرمموها من خلال حزب الله وما نجحتش المحاولات خلال السنتين اللي فاتوا. يعني حسن نصر الله وحزب الله لهم دالة في سوريا، لكن في موضوع حماس ما أعتقدش، لا، في ثبات تانية كبيرة، لأنه حماس كانت شريك في عملية الغدر في 2011 2012 2013. طيب استاذ، يعني عايز اقول يا استاذ طه، عندنا محورين او ثلاثه الحقيقه. الاولاني اللي هي الازمه او التحالف الرباعي او الموقف الرباعي، مصر سعوديه امارات بحرين وقطر، ده حاجه. الحاجه الثانيه ان في هجمه دلوقتي رجعه ثانيه بتطل بطريقه غريبه جدا. طبعا الامريكان شغالين بحاجه، الرئيس بيقول حاجه ورئيس وزير الخارجيه بيقول حاجات. حصل هذا مع في بالذات مع قطر، رئيس ادان قطر، رئيس ترامب يعني، وزير الخارجيه راح قطر. يعني انا كنت اتصور ان لما رئيس جمهوريه الرئيس الامريكي يدين قطر ويقول انها دوله ارهابيه، اتصور حتى لو قطر عايزه تعمل محاوله، حمد واولاده واخواته يطلعوا، هم اللي يروحوا امريكا، مش وزير خارجيه امريكا يروح قطر عشان يقابل تميم. المعلينا يعني، ادي ملف هون. المؤسسه الامريكيه ما قفلتش الملفات لسه، ملفات كلها مفتوحه. ده مفتحينها مفتحين على الاخر. ليه؟ لانه قطر في الاخير دميه صغيره الحجم في الملعب الامريكي. مش قطر اللي بتقرر ومش قطر اللي بتحدد التوجهات. الامريكان كانوا مشغلين قطر في موضوع افغانستان والطالبان والقاعده، والامريكان اللي شغلوا قطر في تدمير حريق سوريا، والقطر والامريكان اللي مشغلين قطر في موضوع حماس واسرائيل. ما فهمني ازاي قطر علاقتها بحماس
بهذا العلو وعلاقتها باسرائيل بهذا العلو. طب استاذ طه بس عايز اقف مع حضرتك هنا لحظه هنا، هل هي هل الراجل الكبير في الملعب هنا امريكا ولا في راجل اكبر من امريكا؟ المؤسسه الامريكيه. لا انا عايز انا كبير المؤسسه الامريكيه. لا انا البريطانيين خد بالك، بريطانيا في المشهد هم الاساس. يعني تم لما تريزي مي اعترضت على موضوع قطر وجهوا رساله للسعوديه انه لا ما تبعدوش اكثر من المحطه اللي وصلتوا لها علشان ما نضطرش احنا ندافع عن قطر بطرق اخرى، وفتحوا ملفات الانجليز، والانجليز اللي اقنعوا الامريكان. مين اللي عاد الاخوان المسلمين ومنظمة العمل الاسلامي في شهر 7 يا استاذ ابراهيم؟ يتم استقبالهم في الخارجية الامريكية استقبال رسمي، مش زيارة وفد عادي، لا زيارة رسمية في البنتاغون، في وزارة الدفاع، في وزارة الخارجية. بالمناسبة اللي فضح القصة الفيديو بتاع الكونغرس اللي بيشرح عن حقوق الانسان وحقوق المدنية في مصر. لو انتبهت على نقطة مهمة، هو بيتحدث من 10 ايام في موضوع توقف المعونات وتقليصها وكذا وكذا على مصر عشان مصر في الشفافيه في حقوق الانسان، لكن هو بيشرح كل خصوصيه القوات المسلحه المصريه، شرط سلاح من وين وراحت فين وراحت كذا. في الموضوع الالماني بقول لك تعاقدت على 4 غواصات واستلمت واحده. الكلام ده قبل شهر ونص مش قبل 10 ايام. ليه؟ لانه مصر من 20 يوم استلمت الغواصه الثانيه. يعني هو كان بيتحدث جون ماكين وزمايله في لجنه الدفاع في الكونغرس الامريكي قبل ما مصر تستلم الغواصه الثانيه، مش يوم ما وقفوا التمويل تحت حجه حقوق الانسان، لانه حقوق الانسان والسجون وموضوع الارهاب واخد نص دقيقه، والملف القوات المسلحه المصريه واخد 3 دقائق ونص. طيب القصه مشكلتك انت انه المطلوب راس الجيش المصري والدوله المصريه، مش مين دخل السجن ومين طلع من السجن. لا مش صحيح الكلام هذا خالص في المفهوم. هي فضحوا نفسهم الامريكان. مال امريكا ومال مصر تشتري سلاح من فرنسا من المانيا من روسيا من الصين من امريكا؟ انت في عليك مستحقات ماليه ضمن اطار مساعدات، انت بتقول بدك تقلصها. اتصل السيسي سأل ترامب ليش وقفت، ولا ترامب اللي اتصل يبرر؟ هل السؤال، هل الرئيس المصري اتصل بالإدارة الأمريكية ولا الإدارة الأمريكية اللي اتصلت؟ وبعد الرئيس الأمريكي بثلاث أيام اتصل وزير خارجية أمريكا بوزير خارجية مصر قال له احنا مضطرين مش عارف كذا كذا كذا. مصر كانت مطلع بيانها ومخلصة في الموضوع ده. في موضوع الفيسبوك والتواصل الاجتماعي والتحريض اللي حاصل في النسبة اللي لا تزيد محتوياتها السياسية عن 3% يا أستاذ إبراهيم، الأمريكان لم يستطيعوا فعل شيء، لأنه ما قدروش يفعلوا لما كانوا عاملين مساحة 30% في الشارع المصري في 2008 و2009 ونتجت 2011 عنها بالتحضيرات. اليوم الشعب المصري أكثر إدراكا وأكثر وعيا وأكثر التفافا حول الجيش المصري والدولة المصرية وقدر على تحمل الاستنزاف الاقتصادي والمالي اللي موجود في البلد كما لو كنت في حرب الاستنزاف في 69 يا استاذ ابراهيم. اقرا المشهد من خارج الفيسبوك بتشوف الناس هل متحملين الدوله ولا لا، هل واقفين مع بلدهم ولا لا. اليوم الشعب المصري واقف مع الدوله اكثر كمان من 2013. في ناس طمعانه خلص. لا بس هو شايفين الدوله ماشيه صح. استاذ طه عمليه الاعمار وعمليه البناء وعادة تاهيل الكهرباء والغاز والزراعه وعادة البنيان، لما امريكا مأهورة من العاصمه الاداريه الجديده شو علاقتها بحقوق الانسان؟ هاي استاذ صاها الموضوع الموضوع محتاج صدقني ان هنا تنوير هنا، والموضوع محتاج لازم محتاج عوده، يعني محتاج وعي. انت عندك مشكله، انت بتتحدث على وسائل الاعلام والصحافه اللي التنظيم الدولي مخترقها وبيشرف عليها. انت اليوم عندك هون في الاعلام المصري، هون الاعلام الخاص والصحافه، لو دققت اكثر شوي حتكتشف انه في اختراقات من نوع ثاني برضه مضره بالبلد.
برضه مضره بالبلد غير الاخوان. هي اختراقات ايه ده في بلاوي، ده في بلاوي. يعني انا اليوم لما بده حد يفرض علي سياسه او معلومه من خلال ناس اموالهم كلها جايه من غسيل اموال ومن سياسات فرديه ومصالح. انت عندك في الرياضه لما قناه بن بتتواصل مع قناه ثانيه بشكل غير واضح المعالم، ما حدش سال سؤال كيف الاتفاق تم بين القناه هذه وقطر، لانه في الاخير قناه الجزيره في لها مشرفين، في حمد بن جاسم اللي مسك ملف مصر راح اسرائيل في 2007 قال لدينا خطه لافتعال ازمه كبرى في مصر. بس الناس بتنسى، الناس بتنسى. ما هو ده عشان كده بقول ان احنا محتاجين دائما عوده الوعي، الوعي الوعي الوعي، عشان احنا بننسى طبيعتنا احنا المصريين تحديدا بننسى يا عم طه. الحمد لله انك عدت على الهوى تاني، وان شاء الله بيكون مع امثالك ومع الاخرين ان شاء الله. لا وانت وعي للناس يعني، وانت جاهز نفسك، جاهز نفسك بقى عشان ان شاء الله بعد العيد نلتقي ان شاء الله. وبشكر كل عام وانت بخير، بشكر حضرتك، كل سنه وانت طيب، وانت طيب على الامه العربيه وعلى مصر يا رب. شكرا يا استاذ صاحب، شكرا يا استاذ صاحب.